احنا سمعنا، خلي بالك انا بجيب لك كل الحاجات لكن اللي سمعناها خلال ممكن في الفتره بعض اللي الاوقات فاتت. يبقى في اصلاحات ولا حاجه او في طبيعي حاجه. اليومين دول لان احنا على بالعكس الايام دي كويسه جدا، بس طيب تمام. يعني يمكن في الاستادات اللي موجوده حتى في مصر كلها ابتداء من شهر يناير او اواخر ديسمبر لحد اوائل ديسمبر بتبقى الارضيات مش كويسه، مش كويس، ودي راجع للمناخ على فكره، راجع لطبيعه الجو يعني. تمام، لكن لو في تطور طبعا بالتاكيد هنعمله يعني، وممكن يبقى في الفتره اللي جايه، ممكن يبقى ممكن فتره السفر اعتقد لا مش في السفر بقى، لانه هيحتاج وقت شويه يعني. هيحتاج